السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني حياكم الله، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وعافية. أذكركم فقط لمن لم يشارك في القناة، فما عليه إلا الضغط على زر الاشتراك وتشغيل الجرس حتى يتوصل إن شاء الله بجديد القناة. في هذا الفيديو سنتكلم على نظام تبريد المحرك، سنتعرف على هذا النظام وسنتعرف كذلك على كل قطعة من هذا النظام على حدة، وكذلك سنتعرف على كيفية فحص جوان الكيلاس، يعني هل معطل أم لا. كل هذا إن شاء الله سنشاهده في هذا الفيديو، شاهدوا معنا. أولا إخواني، ماء تبريد المحرك يجب دائما أن نضع الماء الخاص أو المخصص إلى تبريد المحرك. الكثير من الناس يضع فقط ماء عادي، ماء الحنفية، فهذا يسبب ضرر كبير بالنسبة للمحرك، لأن الماء العادي يعني يمتلك الأملاح، وهذه الأملاح يمكن أن تسبب ضرر كبير للمحرك، فلا بد أن نضع الماء المخصص لتبريد المحرك. هناك طريقة لكي نعرف يعني نسبة تحمل الماء يعني بالنسبة للمناطق الباردة، يعني إلى أي نسبة يمكن أن يتحمل الماء دون أن يتجمد. فهناك يعني هذا المبيان، يعني وسيلة يعني سهلة ولا تكلف يعني الشيء الكثير، يعني تجدها على الإنترنت، ربما تكلف دولارين أو 3 دولارات، وهذه تمكنك من يعني فحص يعني نسبة ماء المحرك. انظر معي، نضع هذا الأنبوب داخل الإناء، هذا الإناء، بعد ذلك نضغط هكذا ونترك، فنرى أن الماء يصعد، بعد ذلك نغلق هكذا وكما ترون، لا أدري إن كانت الصورة يعني واضحة، فهنا هذا الماء يمكن أن يتحمل إلى غاية ناقص 40 درجة يعني تحت الصفر، يعني هذا يعطينا أن يعني هذا الماء جيد. بعد ذلك نعيد يعني الماء هنا وانتهى الأمر. يعني انظروا معي إخواني، إذا عملنا هذا الفحص يعني فحص يعني تحمل الماء، يعني تحمل الدرجات المنخفضة، كم سنجد في الماء العادي يعني ماء الحنفية. لا أعرف إذا يعني يرى الماء أم لا، ولكن انظروا يعني معي، يعني هذا يعني كن متأكد، إذا ذهبت بهذا الماء في المحرك يعني إلى منطقة جبلية، فاعلم أن المحرك يعني لن يشتغل، وإذا اشتغل يمكن أن يؤثر هذا على كثير من القطع، ربما على الترموستات، ربما على مضخات الماء. لهذا يجب إخواني أن نضع الماء الخاص بتبريد المحرك. إخواني، نظام تبريد المحرك يعني له دور كبير كما تعلمون مع يعني عملية الاحتراق يعني التي تكون يعني بداخل المحرك، يعني تنتج يعني لنا حرارة، درجة حرارة عالية، وهذه الحرارة يمكن أن تصل إلى حوالي 2000 يعني جراد سلسيوس. لذلك يتوجب علينا وضع نظام تبريد يقلل لنا من هذه الحرارة إلى الحرارة التي يحتاجها المحرك فقط ليشتغل في حالة يعني جيدة. نظام التبريد وقع فيه كذلك تطورات، يعني مع تطور صناعة السيارات وقع كذلك في هذا النظام تطورات، لأن النظام القديم، نظام التبريد يعني في السيارات القديمة، كان نظام تبريد يعني عادي دون ترموستات، وهذا النظام لديه يعني سلبيات. من بين هذه السلبيات هو وقت يعني طويل لتسخين المحرك، ودرجات يعني درجة حرارة منخفضة في أوقات الشتاء والبرد، يعني في فصل الشتاء وفصل يعني الخريف. ف يعني مع تطور يعني صناعة السيارات يعني جاء الترموستات، ومع وجود الترموستات صار هناك يعني وقت قليل يعني لتسخين المحرك،
وصار كذلك يعني ضبط للحرارة، يعني على مدار يعني اشتغال المحرك. فيما يخص إخواني قارورة الماء والغطاء، يعني غطاء قارورة الماء، يعني فله دور مهم جدا كما تشاهدون معي في هذا يعني هذا المقطع. يعني هنا نلاحظ يعني رجوع الماء، و يعني رجوع الماء بزيادة الحرارة، وهذه الحرارة كذلك تزيد في ضغط يعني هذه القارورة، يزداد الضغط. فدور هذا الغطاء هو أنه يعني كما ترون هناك فالف صغيرة. هذه الفالف عندما تصل يعني ضغطها إلى 1.4 بار تفتح، ويخرج هناك يعني الغاز أو يخرج الهواء حتى ينقص يعني من الحرارة ومن الضغط. فدورها جد مهم. ومن المشاكل التي تسبب هذه الفالف أو هذا الغطاء هو أنه يعني يتعرض يعني للسد، يعني يبقى في حالة يعني دائما يعني مسدود، وهذا يعرض إلى زيادة حرارة المحرك. يعني تلاحظ أن يعني مؤشر حرارة المحرك يعني يصل إلى المنطقة الحمراء، يعني منطقة الخطر. ويمكن كذلك أن يؤدي في حالات يعني معينة، يمكن أن يؤدي إلى احتراق يعني جوان الكيلاس. فهذا كي نجرب هذا الغطاء، فهناك يعني طريقة يعني أننا نقوم بضغطه إلى 1.4 بار ونرى هل يفتح أم لا. إن كان يعني لاحظنا أنه مسدود، فيمكننا أن إذا كان باستطاعتنا شراء واحد جديد فمن الأحسن. إن لم يكن باستطاعتنا، فيمكن أن نجرب بوضعه في ماء يعني مع الانتي كالكير، يعني مضاد، وبعد ذلك يعني نضعه ونجربه، يعني هل الفالف يعني تفتح أم لا. نأتي الآن إخواني إلى الرادياتور، والرادياتور كذلك له دور مهم جدا في هذا النظام، يعني لديه الدور الأكبر إذا صح التعبير، حيث أنه يأتيه الماء الساخن كما نرى هنا في هذا المشهد. يأتيه الماء الساخن ويدخل هذا الماء في أنابيب صغيرة جدا، يعني الرادياتور عبارة عن شبكة يعني بأنابيب صغيرة جدا يدخل فيها هذا الماء ويقوم يعني بتبريده. نلاحظ يعني يدخل دخول الماء، يعني هذا دخول الماء يعني بدرجة حرارة عالية، ويخرج لنا يعني ماء بارد، يعني يرجع إلى المحرك كي يقوم يعني بتبريده. من المشاكل يعني المشهورة في الرادياتور هو اختناقه، يعني نظرا يعني الأنابيب الصغيرة ف يسهل يعني اختناقه إن كان هناك أحيانا استعمال للماء العادي، يعني إذا كان الإنسان يستعمل ماء عادي يعني ماء الحنفية، فهذا يسبب مشاكل لهذا الرادياتور، ومع الوقت يعني يكون فيه يعني ثقوب صغيرة يعني تسرب ماء التبريد. أما دور إخواني الترموستات فلها دور يعني مهم جدا جدا، وهو يعني الحفاظ على درجة المحرك، يعني ضبط حرارة المحرك، وكذلك تحافظ يعني على دوام المحرك لمدة طويلة. فكما نرى هنا في هذا المشهد لدينا هذه هي الترموستات، هذا حساس تمبراتور، حساس الحرارة كابتور تمبراتور، وهذا هو الترموستات. فالآن نلاحظ أن حرارة المحرك ترتفع، فماذا يفعل الترموستات؟ يفتح ويقوم بإدخال الماء البارد، ونلاحظ أن يعني مؤشر يعني الحرارة يرجع إلى الوراء، إلى حرارة الاعتياد يعني 90 أو 80، يعني على حسب السيارات، على حسب الترموستات كذلك. يعني هناك ترموستات يفتح على حرارة 70، هناك ترموستات يفتح على درجة حرارة 80 أو 90، يعني كما قلنا على حسب يعني الترموستات، ماركة الترموستات.
من مشاكل هذا العضو أو هذا الترموستات هو أنه أحيانا يكون يعني كما نقول بلوك، يعني أنه مسدود في حالة الغلق، يعني أنه يبقى مغلوقا دائما. فماذا يحدث؟ يحدث أن درجة المحرك ترتفع، يعني نلاحظ أن درجة الحرارة تصل إلى المنطقة الحمراء، وإن لم نصلح هذا الترموستات يعني في وقت وجيز، يمكن أن يؤدي هذا إلى حرق يعني سيلندر، إلى حرق الجوان كيلاس. مضخة الماء إخواني، فدورها كذلك جد مهم، وهو يعني ضخ الماء يعني بسرعة عالية إلى داخل المحرك، ومن ثم الإسراع بنقل حرارة المحرك إلى خارج المحرك إلى الرادياتور. من بين المشاكل التي تكون في مضخات الماء هو أنها أحيانا تحدث صوت غير عادي، كذلك أحيانا يعني تتعطل هذه المروحية، فنلاحظ أن فقط المروحية التي تكون العجلة التي تكون يعني في اتصال مع حزام التوقيت هي التي تدور، ولكن هذه العجلة المضخة لا تدور. أما فيما يخص إخواني يعني مشاكل يعني جوان الكيلاس أو يعني ربما ارتفاع درجة الحرارة، فأحيانا يصعب يعني على الميكانيكي أن يعرف هل جوان كيلاس يعني معطل أم لا. فهناك يعني جهاز، يعني هذا الجهاز إخواني، هناك سائل، هذا السائل يعني عن طريق يعني عملية كيميائية، إذا كان يعني في اتصال مع ثنائي أكسيد الكربون يتغير لونه من الأزرق إلى الأصفر. فإذا كان هناك يعني في ماء التبريد وجود لثنائي أكسيد الكربون، سنلاحظ أن هذا لون هذا السائل سيتغير إلى اللون الأصفر. نضعه هكذا، وبعد ذلك نقوم بالضغط على هذه. يعني بالنسبة لهذه السيارة فالحمد لله يعني المحرك جيد، ليس هناك يعني مشكل في جوان الكيلاس أو الكيلاس يعني نفسه، فلذلك لم نرى أن يعني السائل يعني تغير لونه إلى الأصفر. إخواني الإخراج الهواء يعني من نظام التبريد، فما علينا إلا ملء القارورة، نملأ القارورة يعني نفوت يعني شيئا من الماكسيموم كما ترون هنا، هذه الماكسيموم المينو، يعني نفوت الماكسيموم. بعد ذلك نأتي إلى هذا الغطاء، يعني على حسب السيارة، كل سيارة ومكان وجود هذا الغطاء. هذا هناك سيارات لديها يعني غطاءين، يعني تجد واحد في الأنبوب الذي يدخل الماء إلى داخل يعني إلى تسخين السيارة بالداخل، وهناك يعني ما تجد لها يعني غطاء في الترموستات، لكن في هذه الحالة يعني لدينا فقط واحد. ماذا نفعل؟ نفتح هذا الغطاء يعني حتى نرى أن يطلع شيء الماء. نفتح هذا الغطاء هكذا، حتى نرى أن الماء يعني يخرج. إذا رأينا أن الماء يخرج يعني أن يعني الهواء يعني قد خرج، وأقوم بالغلق. عندما يكون معنا مثلا يعني تسريب يعني لماء التبريد، ويصعب علينا يعني إيجاد هذا
يعني هذا التسريب ما كان تسريب. فعندنا يعني عندنا يعني مضخة قوم بوضع هذا في قارورة. بعد ذلك نقوم كما ترون نقوم بضغطه يعني نقوم بضغطه حتى 1.5 بار. بعد ذلك يعني نفحص يعني